ساعات قليلة بتفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024. طبعا الأمريكيين هيصوتوا لانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة خلفا لجو بايدن المنتهية ولايته، وطبعا واللي أعلن كمان انسحابه من سباق الانتخابات الأمريكية وترك المكان لنائبته كامالا هاريس، ومن المقرر أنه يشغل الفائز منصب الرئيس لمدة 4 سنوات في البيت الأبيض اعتبارا من تاريخ تنصيبه من 20 يناير 2025. طبعا مش هينتخب الناخبون رئيس بس، لكن هينتخبوا كمان مرشحين لعضويه الكونجرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكي. احنا معانا دلوقتي دكتور رامي عاشور، استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره، عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن المشهد ونعرف كمان منه ماذا يحدث يوم الانتخابات الامريكيه 2024. صباح الخير على حضرتك يا فندم. وبعد التحيه، يعني حسب استطلاعات الراي وحسب القراءات في الولايات المتحدة الأمريكية، لو هنتكلم عن دونالد ترامب أو كامالا هاريس، أنه في انقسام عمودي في المجتمع الأمريكي وأنهم بالفعل النتائج حتى الآن متقاربة جدا. خليني أعرف من حضرتك يا فندم، كيف يبدو المشهد في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في البداية صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني يمكن السباق الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية الحالي هو يمكن من أشرس السباقات الانتخابية اللي مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن زي ما حضرتك قلتي المجتمع يعني شبه متقاسم هناك، لكن في لعب على النفع القومية يمكن ترامب بيلعب عليها بشكل أفضل من هاريس، لكن هاريس بتلعب على الشباب خريج الجامعات أو الشباب اللي هم المتعلمين وفرص العمال. يعني احتياجات الناس في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن هاريس بتخاطبها أكتر، ودونالد ترامب بيلعب على النزعة القومية. ولسه امبارح كان في المجلس الشاري كان بيخاطب حتى المتدينين، أو يعني استغل وتيرة الدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وده بيزيد من شراسة العنف المحتمل في العملية الانتخابية. لكن يمكن من أخطر حاجة في السباق الانتخابي هو الملفات الخارجية الحقيقة، لأن في دول كتيرة بره هي بتتخوف من وصول ترامب، وفي دول العكس بتأمل من وصول ترامب. يعني زي الاتحاد الأوروبي مثلا، القضايا الخارجية هي يمكن الأكثر تأثيرا على السباق الانتخابي، لأن الاتحاد الأوروبي بالكامل متخوف من وصول ترامب، يعني وبيحاول ان هو، يعني في بعض الكتابات في تبع مراكز الابحاث اتكلمت على ان هو بيسعى للتدخل ل يعني وصول ترامب للسلطه، وصول هاريس للسلطه ما يوصلش ترامب، بسبب قيود الصادرات اللي اتفرضت او اللي ترامب فرضها في فترته، واللي هو بيؤكد ان هو هيكمل السلطه، وده بيحرم بيضع قيود على الصادرات الاوروبيه تجاه الولايات المتحده الامريكيه، وبيحرم الاتحاد الاوروبي من تحقيق 150 مليار دولار في السنه. الحاجه الاخطر الملفات الخارجيه الاخرى زي اوكرانيا واسرائيل وحلف شمال الاطلنطي والصين، ودول يمكن اكثر شراسه ما بين الاثنين، لان الاثنين يا فندم مختلفين تماما عن بعض فيها. يعني يمكن اوكرانيا هاريس بتدعم استمرار المساعدات وبتؤيد ان يبقى في حشد في الحلفاء مع الولايات المتحده الامريكيه من اوروبا، لكن ترامب بيدعو للتفاوض مع اوكرانيا ومع موسكو وبيرفض اي تقديم مساعدات لاوكرانيا. بالنسبه للصين، الصين هاريس بتؤيد تحالفات اسيويه مناهضه للصين، ضد الصين تماما، وده هيؤدي لتصاعد او النهج التوتر المتصاعد ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين. على العكس ترامب دايما يعني بيبقى سلوكه تجاه الصين هو مقسم، بمعنى ان هو سلوك نوعي، يعني بيبقى عايز زياده الرسوم الجمركيه على الواردات الصينيه، هو عايز يأيد الصين تجاريا، وفي نفس الوقت بيهدف لمنع الشركات الصينيه من امتلاك اي بنيه اساسيه في الولايات المتحده الامريكيه، خاصه في قطاع التكنولوجيا وقطاع الصناعه. اما بالنسبه لحلف شمال الاطلنطي، الحقيقه هاريس هي بتأيد تعزيز الحلف وان هو يتوسع في اكثر من منطقه، وانتقدت بتلعب هنا على وتيره ترامب، ان هي انتقدت دعوه ترامب لروسيا لمهاجمه حلف الناتو، وده الحقيقه يعني يمكن لقى صدى في الاوساط الامريكيه بشكل كبير جدا، وكان ترامب هو ممكن يهد في شبكه التحالفات اللي الولايات المتحده الامريكيه عاملاها على مستوى العالم. طيب على مستوى يا دكتور رامي، على مستوى الشرق الاوسط ده، ودي اكتر حاجه تهمنا، هل هتختلف سياساتهم؟ دي كانت نائبه الرئيس وده كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه في فتره من الفترات، هل هيكملوا بنفس السياسه اللي كانوا بيتبعوها قبل كده، ولا سياسات الحزبين اختلفت؟ بالظبط انا كنت جاي لحضرتك دلوقتي. بالنسبه للشرق الاوسط واسرائيل، بص يا فندم الاثنين، يعني عشان اكون امين جدا مع حضرتك،
الحزب الوطني، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الاثنين نفس الهدف لكن بطرق ووسائل مختلفة. يعني على سبيل المثال أصلا ما فيش رئيس جه للولايات المتحدة الأمريكية إلا لما أعلن الولاء التام لإسرائيل وسياستها في منطقة الشرق الأوسط، لكن الخلافات هنا بتبقى خلافات في الوسائل. يعني على سبيل المثال في الجانب الإسرائيلي في الشرق الأوسط هاريس بتدعم حق إسرائيل جدا في الدفاع عن نفسها بعد اللي حصل في 7 أكتوبر 2023، بل بالعكس دي انتقدت فشل إسرائيل في حماية المدنيين الفلسطينيين. يعني المسألة هنا إن هو يناور بالمفاهيم أو يناور بالتصريحات، لكن هو هاريس بتدعم حق إسرائيل الكامل في سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الشرق الأوسط والممارسة اللي موجودة حاليا. ترامب له سابقة خطيرة جدا، ترامب هو اللي أصدر القرار لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو اللي بيدعم إسرائيل في حربها طول الخط. إذن بحسب كلام حضرتك دكتور رامي أنه لا نتوقع تغيير كبير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. كل الشكر لك دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا يا فندم.